إذن أصدقائي وصلنا زنجبار وطائر حاسس بانهيار. الرحلة كانت طويلة الحقيقة، طبعا طول الليل بقى ومفيش نوم واختلاف في التوقيت وبتاع، ولكن وصلنا على خير. نشوف بقى ليلتنا هتمشي ازاي وهنعمل ايه. لسه الأسرة الصغيرة الجميلة ما وصلوش، فهحاول ان انتظرهم بقى ايه في المطار قبل ما اروح ايه عند الابيز واخد الحاجات دي كلها. عايز انزلهم بره عشان لما يجوا نعمل الحاجات دي كلها مع بعض، لكن المشكله ان هم هيجوا لسه بعد 5-6 ساعات، فمش عارف هنعرف نعمل الكلام ده هنا. هكونا متاتا بلد الهكونا متاتا. هكونا متاتا يعني كله زي الفل، كله تمام، سيبها على الله. هكونا متاتا كافت زنزبار. دول بتوع الفيز يا جماعه زي العسل، جميله قوي. اه يا جماعه هنا في زنزبار هكونا متاتا. هكونا متاتا معناها ايه؟ مفيش مشكله، كله زي الفل. ظباط الجوازات ولد وبنت هناك او راجل وست، بس هم شباب صغيرين يعني، كل الدنيا هناك ناس صغيرين شباب. عملوا لي فولو على الانستجرام لما قلت لهم انا بلوجر وبتاع، قالوا لي ادينا الانستجرام بتاعك، ودخل خد الموبايل جوه خد الانستجرام وبتاع، والدنيا جميله. في لطافه في الجو، كل حاجه هكونا متاتا. دفعنا 50 دولار يا جماعه الفيزا هنا ب 50 دولار. الشنطه بتاعتي اهي، الفيزا ب 50 دولار عند الوصول. خدت فيزا ب 90 يوم، هي في شهر ب 90 يوم بس انا طلبت منهم 90 يوم. دي شنطتي، بص كلفتها ازاي عشان ما تبص، على الله ما تكونش بقى اتقطعت زي كل مره. انا الكلفته دي دافع فيها كام؟ دافع فيها 130 ليره، مش عارف عشان ابقى واحد. دافع فيها 130 ليره الكلفته دي يا جدعان، فيعني برضه اتفتحت من هنا برضه ازاي؟ بس على الاقل حميتها شويه. ان شاء الله هفتحها دلوقتي ما تكونش في اي حاجه باظت فيها ولا اي حاجه اتكسرت ولا اي حاجه. 1 دولار هاو ماتش؟ 2325 شيلين، ده ال 1 دولار. وهنا بقى يبيع سيم كارد. سيم كارد؟ ليتر ليتر، اوكي. هاو ماتش؟ اوكي 1 سكند. نشوف عايزين نشتري خط، عايزين نغير عمله، فنشوف الموضوع ده. غيرت 200 دولار عاملين 465,000، يعني داخلين على نص مليون، نص مليون شيلين. Okay, that's 465,000. Yeah, thank you. شكلها حلو الفلوس بتاعته. الورقة الواحدة ب 10,000، الورقة الصغيرة ب 5,000. حلو، يلا توكلنا على الله. للأسف الشديد ما اشتريتش الشريحة، ما اشتريتش شريحة التليفون، لأن هنا بيبيعها غالية في المطار. يعني 11 يديك 11 جيجا بايت 30 دولار شريحه تليفون، 11 جيجا بايت 30 دولار، اعتقد السعر ده غالي، دي ممكن تبقى بره في 15، انا اولى بالفرق ده. ولكن دلوقتي انا هفضل قاعد في المطار استنى اسرتي توصل، بس هروح التيرمينال الثاني بقى، مش التيرمينال ده بس، لسه وقت طويل فقاعد باخد وقت يعني. بس كده وصلنا زنجبار، نشوف الايام هتمشي ازاي وحتى هتمشي ازاي هنا. خرجنا زنجبار وده المطار. ثانك يو جايز، اجواء جميله جدا، ان شاء الله تبقى بدايه مغامرات واستكشافات تكسر الدنيا. Where do you think I'm from? From Egypt. Egypt. Yes. So how did you know? Because I see the face like Musa. Like Musa. هكونا متاتا. Thank you, bro. قسما بالله كل حاجه بتحصل حواليا في البلد دي تحس الواحد جوا يعني فيلم كوميدي او حاجه كده، اللي هو فيه ضحك فيه هزار، في فيلم او فيديو ترفيهي. يعني مثلا بص المطار، احنا دلوقتي عند السكيورتي، بص اللي واقفين مثلا على السكيورتي او على الجهاز بتاع الاسكان وكلام من ده، الاثنين ستات اللي قاعدين ورايا دول قسما بالله ما بيبصوا في الشاشه اساسا. يعني هم كل يبص فيه الناس اللي حواليهم اللي رايحين وجايين يزاولوا في ده، يهزروا مع ده، ضحك وهزار على طول. بس انا سعيد جدا، سعيد جدا ومبسوط، يعني حاسس ان قلبي هيقف من الفرحه والله العظيم. عارف لما تكون مستني حاجه كتير قوي 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 قوي، يبقى خلاص بقى لحظات دقايق ساعات معدودة وتشوفها. ساعة كمان بإذن الله وهجتمع بأسرتي، هجتمع ببنتي. الثواني بتمشي براحة وببطء، بس خلاص هانت هانت، عدى الكتير ما تبقاش إلا القليل. جبنا شويه عيش وميه ولبن ونوتيلا مش عارف ايه، في الحساب كام؟ تقول لك 18,800.
فاكهة هنا نشتري منه أي شوية فاكهة كده خفيف. طبعا جمعة السواق اللي حاول أنا أجيب لك أسعار اللي هي بتوع البلد يعني. ونشوف What is this? Huh? Apple. Okay. How are you? Good. هكونا متاتا. بيقول لي المانجايه ب 1500 شيلين وده جروب. One group 3000 okay? Okay? Okay. Yeah, this group. He knows you, right? I will buy from him every day. 4,000-7,000, very good. Mazungu. شكلنا كده يا جماعه بقى عندنا مغامرات جامده قوي في افريقيا الفتره الجايه. شكلنا كده ان شاء الله 4,000 3,000 7,000 اوكي. جبنا شويه الحاجات دول كده بقى اسمه عيسى. يلا توكلنا على الله.